الاثنين ويا والله فيكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. هنبدا اليوم مقطع مختلف، بس قبل ما نبدا لا تنسوا تحطوا لايك اذا عجبكم المقطع، واذا ما عجبكم اكتبوا بالكومنتات الحاجه اللي ما عجبتكم عشان احاول اصلحها. لا اليوم جمعه ولكن راح ينزل لكم المقطع يوم السبت، فمو جمعه مباركه ولكن صلوا على الرسول. قبل ما نبدا اجيب لكم حاجه تشربوها، سووا معي ماتشي ماتشي. طبعا لازم اشرب شيء قبل ما ارسم او الون او ابري، وانا احس انه يجدد لي نشاطي وزي كذا، ومنها يعني شوي اخذ لي بريك اشرب زي كذا وبعدين ابدا. يب يب يلا نبدا. الأمانة شوفوا خذيت هذه الالوان من احد الاماكن اللي في جدة، وين يعني المهم إن خديتها. شوف السيارة اللي عجات تستهبل القسم بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم خديتها من أحد الأماكن في جدة. شوفوا يعني أمانة كنت راح خلاص، أنا كنت مقررة أشتري هذا اللي من شيئاً، راح أحط لكم صورته. صراحة مرة كان ودي فيه ومرة حبيته، وحتى كلام الآراء اللي تحت يعني مرة حلو عليه. وأنا أساسا كنت بشتريه لفترة، ولبين ما ألقى فلوس أكبر أشتري فيها باريزما راح أمشي حالي بهذيك. ولكن بالصدفة أنا كنت برا صراحة لقيتها وقلت لما أخذها وخذيتها، وهي تعتبر 36 لون، وصراحة حسيت إني خلاص راح امشي حالي بهذا لين الك فلوس واشتري باريزما مره واحده. فاساسا عندي هذا من ايام المتوسط، هي الالوان اللي قاعد في هذا، ويعني لين الان موجوده مع انها من ايام المتوسط، واقل واحد فيهم صار له يمكن 5 سنين ولكنها موجوده. فقلت يعني حتى هذا راح يستمر معايا. طيب فاليوم راح نفكه ونلون فيه بإذن الله ما راح استخدم الماركر ابدا. شوفوا انا انسانه ما اتخلى عن الماركر في تلويني، ولكن راح اسوي تحدي مع نفسي، متى اخر مره رسمت بالخشبي كده كامل كله خشبي بدون استخدام الماركر؟ قبل 3 سنين تقريبا. يعني انا الان استخدم الخشبي بس الماركر اساسي، استخدم الماركر بعدين اعدل عليه بالخشبي. الان ما راح استخدم ولا ماركر بس خشب ان شاء الله. يعني طيب راح اجيب علبة او اي حاجة هذا واحطهم هنا، احسها افضل يعني، مع انه سخان وحالته حالة واساسا ما كنت ابغاه وراح ارميه، بس بعدين حسيت انه لا ابغاه. المهم هي تقريبا مو تقريبا الا هي 36 لون، جت معاها الفرشة هذي أساس إنها مائية، يعني يوم نحط هذا هذا ما أدري فهمتوا ولا لا، بس إنها مائية. فإيش رأيكم نجربها مع بعض إذا هي فعليا مائية أو لا؟ في لون صراحة، يعني إن اللون شوي ضعيف ولكن يعني يعتبر طلع لي لون أهم شيء، فهمتوا؟ فيمكن أستخدمه هنا كمان، أحس يكون حلو يعني يعتبر. هل راح أجرب اليوم؟ نشوف. فكرت الفكرة هي انه اتنين ماسكين بعض، فهذه راح الونها بلون بشري عادي يعني لون بشرة عادية، وهذه راح اخليها الوان كأنه طيف او شي زي كده، فهمتوا؟ ذي اللي يجوا هذول اللي تحضن نجوم او ما ادري، المهم راح احط لكم صور كده اللي في بالي يعني. طيب انا ما اعرف الالوان غير من تحت، فراح اشوفها من تحت الالوان اللي تقريبا استخدمها هذه.
جميع درجات البني. طبعا كل الالوان اللي هنا انا جربتها في باليت ومفروض اوريكم، بس والله يعني جربتها في وقت ما كنت قاعدة اصور او كذا، فكنت عارفة درجات الالوان وعارفة انا شو قاعدة اسوي، يعني ما عليكم ادري يوم كذا تشوفوا تقولوا هذه هبلة على طول فكت الالوان وتبغى تلون، بس كان عندي باليت، انا مسوية باليت اساسا وعارفة الالوان وجربتها كلها وكل حاجة. نقدر نستخدم هذا اللون، شوفوا هو مو لون بس عشان ابغى ادمجه، فما ادري يعتبر غش ولا لا، لكن عشان الدمج فقط مو عشان شيء. شكله هذا لونه ازرق، فيا رب ما يجيب العيد، لا خليه من عكس افضل. كمان ما ادري اذا هذا غش ولا لا، بس انا يعني اعرف طريقة لدمج الوان خشبية او مرسام، ولكن طرقهم مرة تعبني الصراحة، وأنا إنسانة جدا كسولة، فأعتبر هذه الطريقة بالنسبة لي طريقة جدا سهلة، فلذلك أحب أسويها دائما. وبس حبرت بعدها باللون البني، أوكي كانت كذا خفيفة وما فيها تفاصيل غير الظل وهكذا، ولكن حرفيا كنت أخاف أجيب العيد أو أسوي شيء زيادة أو شيء إضافي يصير يجيب لي العيد أو يخلي لي الرسمة تكون مرة توماتش، فحسيت إني اكتفيت بهذا القدر. بس شوفوا إيش سويت هناك، ومرة كنت حرفيا خايفة أجيب العيد فعليا جبته، فلذلك ما حبيت أزيد زيادة أبدا عشان فعليا ما أجيب العيد. الحين هنا البلوة اللي ما أعرف إيش سالفتها، صدق ما أعرف إيش سالفتها ولا كيف راح نسويها، لكن شوفوا اليد الثانية للأمانة كان ودي أسويها نفس هذه الحركة، إنه تكون في أكثر من لون في المحل وبعدين أسوي بالتظليل عشان يبين إنه يد وفي ظلول وكذا، لكن يعني هذه الحركة كان يبغى لها ألوان أكلينيك أو ألوان مائية، وللأسف ما كان عندي ألوان أكلينيك أو ألوان مائية، وألوان خشبية بالنسبة لي كانت ألوان مائية، ولكن كان حيكون الدمج صعب لأني يعني حاولت بعيدا عن التصوير وكذا، ولكن كانت الألوان الغامقة فقط اللي تطلع يطلع لونها، لون فاتحة ما رح يطلع لونها، فكنت مضطرة استخدم كله ألوان غامقة وأنا ما أبغى ألوان غامقة. الفكرة في بالي كانت أفضل، ما أدري إيش ده، بس هذه مرة كتكون، بس هذه عدت خربتها. المهم سوينا التحدي، مع إنه رسمة خفيفة بسيطة لطيفة، ولكن سوينا التحدي، ما استخدمت الماركر إلا هذا اللون فقط للدمج وليس لشيء آخر. أعتبر التحدي. طيب لين هنا انتهى مقطعنا العصير اللي ما شربته أبدا. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه. صبر. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه عشان نوصلكم كل جديد، واكتبوا كومنتات حلوة تسعدني وتشجعني استمر، واكتبوا لي اقتراحات اسويها معاكم في هذا القناة يعني. السلامة. هاي لو انت اسجل طبعا لازم قمومات السيارة اسمع صوتها، قسم بالله من اول انتظر ما جاء شيء، كذا عناد خلاص يا روح. ها صوت اخواني فجأة تطلع، لا حول ولا قوة الا بالله، مطولين. حظيني يعني.